مساء الخير، النهاردة بنكمل الحلقة الخامسة، بنكمل سلسلة فن نجاحك بعلاقتك. أي علاقة في الدنيا، عملنا 8 حلقات في 8 أيام. النهاردة الحلقة الخامسة، أفضل طريقة تعبر بها عن مشاعرك للطرف الآخر أو لما هو يعبر لك عن مشاعره، أنت المفروض تعمل إيه علشان تبان بصورة حلوة أوي وكويسة أوي وتلفت انتباه العقل البشري ده اللي قدامك، لأن في مواقف كده لا تنسى أبدا من حياة الطرفين، زي يوم ما اعترفنا لبعض بالحب. صح ولا أنا بتكلم غلط؟ يا ريت تأكدوا لي المعلومة دي في التعليقات، صح ولا غلط؟ هل اليوم اللي اعترف لك بالطرف الآخر إنه بيحبك بتنساه، أو الموقف ده بتنساه؟ لا، فلازم تبقى عارف إيه الفن اللي ممكن تتعامل بيه في مثل هذه المواقف. أنا برحب بكم سريعا وهنبتدي على طول ندخل في موضوع حلقتنا، والناس اللي بتسأل إزاي تتواصل معايا وقنواتنا التانية، الرابط دي في أول تعليق ووصف الفيديو، يا ريت تنضمونا وتشتركوا فيها. تعالوا بقى نبتدي. هنفترض اولا لو انت بنت، لا يصلح ان انت الا تبدأي. انت خلاص مكمل معانا في الاربع حلقات اللي فاتوا اول حلقة. لا، ما ينفعش وما انصحكش كأخ ليك ان انت تروحي تصرحيه بمشاعرك، لان زي ما قلت في حاجات كده تعتبر من دور الشاب او الرجل وليست من ادوار المرأة. طيب انت كرجل، نبدأ بالرجل الاول، المفروض انت هتقول ازاي وانسب طريقة، وبعدين نخش للفتاة المفروض تتعامل ازاي لما هو يصرحك بمشاعره او يعترف لك. دايما برضو ما تفزعاش مرة واحدة، ما تقولش بقى انا بحبك على طول كده، ما تقولش انا، لا بلاش. طيب في كلام كده بيوصل للطرف الاخر بشكل خفيف، خلي بالك من كلمة خفيف، وظريف ولطيف اللي انت عايز تقول، زي مثلا والله انا وحشني الكلام معاك، بلاش حتى وحشتني، انا يعني حاسه او انا حاسس، احنا بنتكلم عن الرجل، ان انا اعرفك من سنين كتير، انا برتاح او لما بتكلم معاك انا بكون مبسوط، حلو اهي انا بكون مبسوط وانا معاك، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. ما انا قلت لكم بحب المثل ده، يعني انت عايز ايه تاني بقى اكتر من كده؟ انت كده بتمهد، انت كمان كرجل بتمهد للانثى اللي انت عايز تقوله لها. لقيت في استجابة او تقبل، تقدر ان انت بعد يوم يومين ثلاثة تبدأ تصرحها بمشاعرك بقى، تبدأ تقول لها ان انا بحبك او ان انا ايا كان انت عايز تصرح باي طريقة، بس دايما ما تخشش مرة واحدة كده قالوا ازيك اخبارك ايه انا عايز اقول لك على حاجة انا بحبك. لا، يعني وان كان في بعض الناس تقول لك المفاجأة حلوة، بس الصدمة اوحش، لان الصدمة ممكن يعني تاخد رد فعل معاكس شوية، او انت برضو عايز يعني تتأكد، لان في بعض الشباب بيبقى خجول، وفي بعض الشباب بيبقى العزة واخدة شوية، يقول لك طب افرض انا قلت وهي بتتعامل معايا على انها صديق، ان انا صديق او ان انا اخ ليها، وتاخد فكرة غلط عني، فانا بشيلك من الاحراج والهم والوجع ده بقى، فيجي هو في الاخر يقول لك ما اناش قايل. في شباب كده خلي بالكم، فانا بشيلك من الحيرة، قول لها الكلام ده اللي انا قلته لك في الاول، لقيت في تقبل وانت هتفهم كمل، اعترف قول لها بحبك، افضل افضل، لان وارد ممكن تكون انت وصلت معانا خلي بالك للحلقة الرابعة وهي بتتعامل معاك كأخ او كصديق، خلي بالك عشان تبقى عارف. فاللي انت هتعمله ده، الحاجات البسيطة دي هتؤكد لك وتوضح لك بنسبة كبيرة قوي مشاعرها صداقة ولا اخوة ولا مشاعر عاطفية كده. انت بقى كأنثى، حتى لو بتموتي فيه وهو جه قال لك، كأنثى افضل رد في الموقف اللي زي ده قولي له اديني فرصة افكر. مفيش كلام، مفيش نقاش، مش محتاجة ان انت تفكري، اديني فرصة ان انا افكر، قولي له انت فاجئتني، بس برضو ما ترديش عليه برد صادم يعني تحسين ان هو عمل جريمة في حق الكون. لا، برضو كملي كلامك وتكلمي عادي معاه، وحاولي ما تقفليش بعدها على طول معاه او تنهي المقابلة عشان ما يحسش ان هو عمل غلط كبير، بس قولي له انا محتاجة وقت ان انا افكر، واضحكي وتكلمي معاه وخدي. ليه بقى؟ الرجل في الفترة دي من أول ما اعترف لك لحد ما أنت ترد عليها هيبقى عبارة عن خلية نحل، نايم قايم بيشتغل بياكل بيشرب بيتكلم مع حد بيفكر فيكي، وردك عليها هيبقى عامل ازاي؟ خلاص الانشغال أو التفكير بشيء، يعني إن الشيء أصبح مهم، والتفكير بشيء زيادة عن اللزوم أصبح إن الشيء بقى مهم أكتر، وهكذا.
فالفترة دي يبقى انت مسكت العصاية من النص، لا انت رفضت خالص ولا انت ريحتيه مستني على نار زي ما احنا بنقول ردك. يوم ما ترد انت عليه وتقول له موافقة او ترد بالقبول عليه، هيبقى حاسس ان هو لامس النجوم بايديه، عكس ما يقول لك تيجي قايله له وانا كمان، يقول لي يا متعودة ولا ايه، ده انا باين مش اول حد اقول لها ده، الكلمة عادية على ودانها. خلي بالك انا عايز، انا ليا هدف من اللي انا بقوله ده. الشاب بيقول لك ده كلمة عادية مش اول مرة تسمعها، ده اتقالت لها بقى كتير قبل كده، فاهم؟ انا عايز اشيلك بقى من الصورة دي، عايز اشيلك من الصورة الوحشة دي في عين الشاب، عايز اخلعك منها، لان ده دوري لما بعمل حلقة زي الحلقة دي. انت كبنت ما ينفعش زي ما قلت لك تروحي تعترفي له. يا جماعة رجاء، انا يعني بطلب منكم طلب واحد، عايزين ندوس لايك ونشار الحلقات دي، عشان الاسئله اللي بقت بتيجي في المواضيع دي اقسم بالله محزنه. والله انا بقرا بعض الاستفسارات لاصدقائنا ببقى في قمه الحزن باللي انا بشوفه، لان انا عارف يعني ايه وجع عاطفي، ويعني ايه حرمان حد، ويعني ايه خيانه، ويعني ايه بثق في حد ويضيع سنين عمري وفي الاخر يسيبني بمنتهى البساطه ويروح لحد تاني. اعملوا خير، اكسبوا ثواب وانتوا قاعدين، مش هتخسروا حاجه. فن العلاقات دي الثمان حلقات انا مثبتهم في اول تعليق ووصف الفيديو، يا ريت تشيروهم لاكبر قدر من اصدقائنا، هيستفيدوا اقسم بالله، وانا هدفي الافاده في السلسله دي. كبنت ما ينفعش ان انت تبدأي بحاجة زي كده، ولكن خدي الحاجات اللي أنا قلتها لك في الأول، لأن في برضه بعض الشباب خجولة أو خايفة من رد فعلك، فأنت دورك تشجعي إن هو يعترف ولا تعترفي. في فرق أهو، أنا كبنت معجبة بحد وشايفاه مناسب ليا واثقة إن هو محترم وجد، ما إحنا خدنا الكلام ده في الحلقات اللي فاتت وعرفناك إزاي تتأكدي من كل الحاجات دي، يبقوا ارجعوا لها. خلاص بقى بشجعه زي ما قلت لك كده، وحشني الكلام معاك، تقابلي تبتسم ابتسامة خفيفة، تسألي عليه تشاركيه تهتم بيه، تقوله بحب ان انا اتكلم دايما معاك وما ملش وما بزهقش منك، مبسوطة وانا معاك. هو خلاص ما هيفهم، هيتشجع، هيفكر، هيقرر، وده اللي احنا عايزينه. خلاص احنا كده اعتقد غطينا الموضوع ككل على الشات، عشان الناس اللي بتسأل، في ناس مرتبطة على الانترنت نفس الخطوة، بس بدل ما هتقوليها كلام لو انتوا ما بتتكلموش هتقوليها كتابة او تقوليها في الفون في التليفون، بس مفيش اختلاف حقيقة زي الشات، مفيش اي اختلاف في الموضوع ده. ياريت تكتبوا لي اراكم في الحلقة دي، لان انا بكون سعيد جدا وانا بسمع اراكم وبشارككم، انا بعتبر ان احنا عيلة واحدة، وبحب جدا الناس اللي هي بتعلق على طول ومتواجدة، حتى لو علقت بلايك واحد، يعني بكلمة واحدة، بحرف واحد، اقسم بالله بكون في غاية السعادة. أنا بقرأ كل تعليقاتكم. أما أنت كرجل بقى، لو هي جت قالت لك بحبك ما ينفعش تقول لها أفكر، لأن هي أصلا جاية وخايفة، يعني هي لقتك مثلا خجول أو تقيل زيادة عن اللزوم أو فقررت إن هي ممكن تكون اندفعت زيادة عن اللزوم أو جريئة شوية، فقالت أنا هعترف وخلاص، فكونك إن أنت تقول لها أنا هفكر على طول، هي أصلا جاية لك وهي خايفة لا أنت تقول عليها أو تبص لها بصورة وحشة، فكونك إنك تقول لها هفكر أو أنت فاجئتيني زي ما إحنا قلنا للبنت ما ينفعش أنت تعمل، هتخليها تتأكد إن أنت شفتها بصورة غلط، فاهم؟ يعني أنت كرجل بقى الكلام حاليا ليك، لو البنت اعترفت ليك وأنت عايزها ومتأكد من شخصيتها وفعلا عايزها بجد، ما ينفعش تقول لها استنى اما افكر، هتخليها تندم بشكل كبير قوي ان هي جات وخدت الخطوه دي، لانها اوريدي جايه وحاسه ان هي خدت دورك، فانت لما تقول لها كده هتخليها تحس اكتر بحاجه زي كده. يلا خلاص احنا كده خلصنا، موعدنا مع بقى الحلقه السادسه ان شاء الله بكره ان شاء الله لو لينا عم، الخطوبه بقى، والخطوبه فن تاني وعالم تاني، ولما نتعامل مع بعض قبل الخطوبه حاجه، ولما نتعامل مع بعض بعد الخطوبه ده شكل ولون وطعم تاني خالص وقواعد تانيه خالص. احنا مع بعض ان شاء الله لحد ما نصلح كل علاقاتنا البايظه. الى اللقاء.